علينا أن نفهم بأن فكرة وجود جماعة هي نفس فكرة وجود دين. بعض الأحيان نحتاج كثيرا من عندما واحد يتعرض إلى ديننا أو يتعرض إلى جماعتنا أو إلى فريقنا أو المجموعة اللي عايشين بها أو المنطقة اللي نسكن بها. لماذا؟ لأن هذا هو اللي يعني مسألة شكل هويتنا، شكل نمط علاقاتنا، وهؤلاء نشعر بأن نحن ضمن مجموع، وهذا المجموع اللي يضره يضرنا واللي يضرنا يضرهم، فنعتبر أن احنا متوحدين مع هاي الجماعة. كثير من مجتمعاتنا بالعراق أنا شايف وبمصر تجد أنه طبيعي عادي أنه يصير سب أو شتيم أو طعن بالاسم الإلهي بطريقة أو بأخرى، لكن تمر بسهولة مو بذيش التعقيدات. لكن عندما شوفه يتعرض إلى دين أو يتعرض إلى مذهبه أو يتعرض إلى إمام أو شيخ جليل عنده، تشوفه يتعصب ويثور ثورة عارمة. لماذا؟ لأنه هذا كلمة الإله عامة كلش، كثير عامة، فما مو القضية الأساسية عنده، لكن القضية الأساسية هاي اللي ماسة اللي قريبة عليه، اللي نشأ وعاش وتربى أو تعلم عليها، تصير عنده قضية خطيرة جدا لا يمكن تستهان بها. هذا الأمر عندما نفهمه ونفهم بأن الدين هو القطيع أو هو الجماعة، وأنا عندي محاضرة أنصح بمشاهدتها، هي عن مجتمع هو ظاهرة دينية وليس الدين هو ظاهرة اجتماعية كما تقول علوم علم الاجتماع الحديث، وأصبح هو سائد، لكن بالحقيقة ماكو شيء. الدين ما زال هو عندنا هو جماعة وليس المجتمع ظاهرة دينية وعكسها يعني. لكن هنا القضية، هنا تتوضح المسألة. احنا ما ننتصر للإله ولا للدين بالحقيقة، يعني في عمق المسألة عندما نتأمل بها احنا ننتصر للجماعة، ننتصر لعلاقتنا بلا، ننتصر لمجموعتنا. انت عندما تشعر لوحدك عندما تروح ما يعني عادي، لكن عندما تشعر انت ضمن جماعة تشعر بقوة، تشعر بوجود قوة هائلة، تشعر بوجود هذا الإله أو الجماعة، روح الجماعة. فهذا رمز الجماعة موجود هو الإله، لكن أكو رمز الصغير هذا الموجود عندكم الشيخ أو المجموعة اللي أمامكم، هي هاي الرمز الكبير اللي يجب أن لا يمس ويجب أن لا يتعرض إلى أحد. شوفوا مرات إحنا واحد تيار صدري مثلا أو تيار سلفي، فتقول شوف عندما تعرض إلى الشيخ السلفي عنده قضية كبرى كأنما تعرض لأبوه أو أمه أو أول أحد أفراد عائلته، فقضية خطيرة. بينما أشوف أنه يصير تعرض لشيوخ آخرين أو لأئمة آخرين أو لإمام مذهب بالكتب ما يقبل، لكن عندما توصل إلى مرحلة لأنه تشعر أنه متوحد مع الجماعة، أنت من عندهم وهم من عندك. الجماعات البعيدة لا، يقول لك أوكي مو مشكلة يعني، بس القريب عليك هو القضية. إذا الفكرة مو عبادة الإله ولا أداء الطقوس ولا حتى الدين نفسه، هاي كلها أشكال حتى إحنا نتوحد فيما بيننا ونتماسك ونحافظ على التماسك. هاي كلها وسائل وأدوات لكي نتماسك فيما بيننا وحجج، وهذه هي الحقيقة. عندما نفهم هاي الأمور كل الأمور بعد ذلك راح تصير علينا سهلة، ونفهم ما هو الدين وما معنى أن نكون متدينين وما معنى أن نكون غير متدينين. كل الأشياء راح تتفكك وتتوضح، وبعد ذلك نعرف شلون نعيش حياة سليمة وصحيحة.